كما أوضح الرئيس السيسي أن حساب قدرة الاقتصاد وفقا لسعر الدولار هو فكرة غير دقيقة وغير صائبة، مشيرا إلى ضرورة توافر العملة المطلوبة لتوفير كل المطالب وما يزيد عليها. فكرة أنك أنت تحسب قدرة الاقتصاد بتاعتك بسعر الدولار فكرة مش دقيقة يعني. وإحنا كلمنا في المؤتمر وخلال الكام يوم اللي فاتوا دول، دي فكرة مش دقيقة وقد لا تكون صائبة يعني. حلو. والفكرة كلها إيه؟ القضية اللي عندك إنك أنت تبقى عندك العملة المطلوبة لتكفية كل مطالبك وزيادة، يعني لو أنت بتستورد ب 100 مليار في السنة أو حجم الدولار اللي أنت محتاجه في السنة للإنفاق 100 مليار، يبقى معاك 110 120 130 تجيب بال 100 وتحط ال 20 30 في الاحتياطي. الاحتياطي بتاعك. والسنة اللي بعده 20 30 لغاية لما يبقى عندك 200 300. وده بيعكس قدرة الاقتصاد.